السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا طلاب الصف الثالث الرائعون؟ اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر تشرين الأول لعام 2020. اليوم في حصة الرياضيات يا ثالث سوف نبدأ بوحدة جديدة بعنوان وحدة القياس. القياس يا ثالث هي أشياء في حياتنا يا ثالث أو أمور في حياتنا نقوم بقياسها، من قياس الطول، من قياس الوقت وأمور أخرى. في وحدة القياس يا ثالث في البداية أريد أن أبدأ بتهيئتك في معلومات وأمور كنت قد تعرفت إليها في صفوف سابقة. فإذا بدأنا بالسؤال الأول يا ثالث في كتابنا الرياضيات صفحة 86 في السؤال الأول، أقدر الطول فيما يأتي مبينا السبب. السؤال الأول يقول لي إذا أردت قياس، بما معناه يا ثاني، إذا أردت قياس قلم الرصاص، ما هو الأنسب أن أقول أن طول قلم الرصاص 20 سنتيمتر أم 20 متر يا ثالث؟ أكيد سوف تكون 20 سنتيمتر، لأن السنتيمتر وحدة قياس أقل من المتر. فقلم الرصاص لأنه صغير يا ثالث وطوله قصير أستخدم وحدة السنتيمتر، ولا أستخدم وحدة المتر لأن المتر للأشياء التي تكون طولها أكبر من قلم الرصاص. والآن النقطة الثانية، السبورة، إذا أردت أن أقدر طول السبورة فأقدره ب3 متر أم 3 سنتيمتر يا ثالث؟ أحسنتم، أقدر طولها ب3 متر، لأن السبورة أي اللوح يا ثالث طوله أكبر بكثير من طول قلم الرصاص. إذن أستنتج من هذا السؤال أن قلم الرصاص والأمور الصغيرة أقدر طولها في السنتيمتر، والصبورة والأمور الثانية أقدر طولها في المتر. السؤال الثاني، أرسم دائرة حول الزمن الأطول مبينا السبب. ما هذه المعلومات قد وردت معك يا ثالث في الصف الثاني، ما الزمن الأطول، الدقيقة أم الساعة يا ثالث؟ الدقيقة أم الساعة؟ أحسنتم، الساعة. الساعة مدتها أطول أو زمنها أطول، لأن الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أحسنتم، الساعة أم اليوم؟ ما الزمن الأطول، الساعة أم اليوم؟ أحسنتم، اليوم، لأن اليوم هو 24 ساعة والساعة 60 دقيقة. أسبوع أم شهر، ما الزمن الأطول؟ أحسنتم، شهر، لأن الشهر هو 30 يوما والأسبوع 7 أيام، إذن الشهر أطول. 5 أيام أم أسبوع؟ أحسنتم، أسبوع، لأن الأسبوع 7 أيام والـ5 أيام أقل من الأسبوع. في السؤال الثالث يا ثالث في صفحة 86، أكتب الوقت المناسب. أكتب الوقت المناسب. أكتب الوقت المناسب. قد تعرفنا إلى الساعة يا ثالث ونحن في الصف الثاني. انظر إلى الصورة الأولى أمامك. انظر إلى الصورة الأولى أمامك. أريد أن أكتب الوقت. قد تعلمنا يا ثالث أن عقرب الساعات هو العقرب الصغير، والعقرب الطويل هو عقرب الدقائق. انظر إلى الصورة يا ثالث، أين عقرب الساعات الصغير؟ أحسنتم، عند الرقم 10. طيب وعقرب الساعات وعقرب الدقائق الكبير؟ عند 6. ماذا أقول عنده عندما يكون عند الرقم 6 أو عند الرقم عند الساعة 6؟ النصف. أحسنتم، إذن يكون الساعة في الساعة الأولى أو في الصورة الأولى 10 والنصف 10. أقول العقرب الصغير بالبداية ثم عقرب الدقائق، فالصورة الأولى 10 والنصف، لأن العقرب الدقائق كان عند الرقم 6. انظر إلى الصورة الثانية، عقرب الساعات أي العقرب الصغير عند الرقم
8 أحسنتم. وعقرب الدقائق الطويل عند الرقم 3، ماذا أقول عنه إذا كان عقرب الدقائق الكبير عند الرقم 3؟ الربع أحسنتم. إذن أقول الساعة في الصورة الثانية 8 والربع، 8 والربع. أحسنتم. دعونا نكمل في صفحة 87. انظر إلى الصورة التي أمامك. عقرب الساعات الصغير عند الرقم 9. أحسنتم، أحسنتم يا أبطال. والعقرب الكبير انظر إليه عند الرقم 12 تماما. ماذا أقول عن هذه الساعة يا ثالث؟ ماذا أقرأ الوقت في هذه الساعة؟ أقول عنها 9 تماما، 9 تماما. أحسنتم. انظر إلى الصورة التي بجانبها. عقرب الساعات الصغير عند الساعة الواحدة أو الثانية، عفوا عند الساعة الثانية، ولكن لم تكتمل الساعة الثانية، فأقول عنها في هذه الحالة الساعة الواحدة وخمس وخمس وأربعون دقيقة، يعني الثانية إلا ربع، الثانية إلا ربع، أو الواحدة وخمس وأربعون دقيقة، أي أنها لم تكتمل الثانية تماما، بل بقي هنالك 15 دقيقة لتكتمل. انظر إلى السؤال الذي يليه. أرسم عقربي الساعة في المكان المناسب لأتمكن من تحديد الوقت. الآن بدل من أكتب الوقت أريد أن أضع عقرب الساعات الصغير وعقرب الدقائق الكبير. هيا يا ثالث أرسم معي بقلمك الرصاص. انظر إلى الصورة الأولى، مكتوب أسفلها السابعة، السابعة. أين سأرسم عقرب الساعات الصغير؟ عند الرقم ماذا؟ عند الرقم ماذا؟ عند الرقم 7. أحسنتم. وعقرب الدقائق الكبير أين سأرسمه؟ عند 12 تماما، لأنه لم يقول لي النصف، لم يقول لي والربع أو إلا ربع، بل قال لي السابعة تماما. أحسنتم. انظر إلى الصورة الثانية، يقول الرابعة، الرابعة والربع، الرابعة والربع يا ثالث. الرابعة أضع عقرب الساعات الصغير عند الرقم 4 والربع عند الرقم 3، عند الرقم 3 أي الرابعة وخمسة عشر دقيقة، أو الرابعة والربع، أو الرابعة والربع. أحسنتم يا تالي. أيضا دعونا نكمل. انظر إلى الصورة الأولى، أقصد الثالثة، التاسعة والنصف. أين سأضع عقرب الساعات الصغير؟ عند الرقم 9، عند الرقم 9. أحسنتم. والنصف أين ستكون؟ عند الرقم 6. أحسنتم يا أبطال. التاسعة والنصف أي 30 دقيقة. الصورة الأخيرة الخامسة، أضع عقرب الساعات الصغير عند الرقم 5 وخمس وأربعون دقيقة. الخامسة وخمس وأربعون دقيقة، 45 دقيقة عند الرقم 9 كما في السؤال السابق، أي السادسة، الخامسة، السادسة إلا ربع. وهكذا نكون قد انتهينا من التهيئة، ولكن يا ثالث سوف نتعرف بشكل تفصيلي أكثر على جميع هذه المواضيع، وكيف أقيس الطول، وما هي وحدات قياس الطول وقياس الساعة بالتفصيل خلال الوحدة. يعطيكم العافية.